مع هبوط هذه الطائرة التابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار غاتويك البريطاني، تكون مساعي مسؤولي الشركة العراقية باستئناف رحلاتها إلى بريطانيا بشكل مباشر ولأول مرة منذ الغزو العراقي للكويت قد أتت ثمارها. وعلى مدى سنوات حاولت السلطات العراقية استئناف الرحلات، لكنها باءت بالفشل بسبب الخلافات التي شابت المفاوضات بين الكويت والعراق حول حجم وأسلوب دفع التعويضات التي كانت تطالب بها الخطوط الجوية الكويتية. لكن التوصل إلى تسوية بين الطرفين قبل أشهر مهد الطريق إلى عودة الشركات العراقية إلى تسيير رحلاتها إلى عدد من الدول. ويرى المسؤولون العراقيون أن الظروف أصبحت الآن مهيئة لطي صفحة الماضي والتركيز على إعادة بناء الشركة. قبل أسبوع فتحنا خط الأربعاء الماضي، فتحنا خط بغداد الكويت، اليوم بغداد لندن. إن شاء الله الأسبوع القادم أو في نهاية الأسبوع القادم سنفتح بغداد فرانكفورت، وسنستمر في نهج في فتح الخطوط إلى أن تعود الخطوط الجوية عافيتها كما كانت سابقا لديها وصل في كل عواصم العالم. وتعتزم الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعية من لندن إلى بغداد والسليمانية في إقليم كردستان قبل أن تضاعف عدد الرحلات في بداية فصل الصيف، خطوة يراها الكثير من العراقيين أنها توفر على المسافرين إلى العراق المال والجهد والوقت. يعني ابني يعني صار لفترة في لندن وحبيت أزوره، يعني أحس أنه هاي كأنه فد شيء خصيصاً إلي، يعني كلش فرحانة في الأشياء، يعني قبل نروح لعمان نروح بيروت. مناسبة طيبة، ونتمنى للخطوط الجوية النجاح على مستوى تلبية حاجة العراقيين الموجودين في عموم أوروبا وفي إنجلترا. وأثار استئناف الرحلات إلى بريطانيا جوا من التفاؤل بأن إحدى أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط ربما قد تستسيد بعض مجدها، مع إعلانها عن برامج لتحديث هياكلها من خلال صفقات لشراء عشرات الطائرات وتأهيل مئات الطيارين والتقنيين الفنيين. استئناف الخطوط العراقية لرحلاتها إلى بريطانيا قد يفتح أمامها سوقا تضم إحدى أكبر الجاليات العراقية في المهجر، إلا أن الأهم من ذلك هو أن هذا التطور يشكل خطوة رمزية في سعي الشركة لإيجاد دور جديد لها في ساحة الطيران العالمية. كامل السبيعات، BBC لندن.